الحراء المبين بس ما يفيد بينا احنا ما شلون 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 والله والله شوف اولا الاخ قال انتم ما مهتمين بملف المغيبين ويا ريت حرقتكم على ملف المغيبين بسيطه بس دقيقه بس بس تذكر عفوا من ذنب عفوا والله عفوا من ذنب بس هاي اقولها والله ايه. قانون العفو العام عندما كان السيد الحلبوسي رئيس البرلمان 6 أشهر في درجة ولم يسمح بدخوله إلى قاعة البرلمان لقراءة قرار. هذا الكلام غير صحيح. هسه أوكي. جيد. المحكمة بس دقيقة لا لا. الحكومة. شو المواضيع من تنفتح؟ لا الحكومة تاريخ. الحكومة بس خلا جو أستاذ أحمد. الحكومة 13/8/2023 رسلت تعريف معنى الانتماء لرئاسة مجلس النواب والاستهداف صالح الحلبوسي سيد الرئيس مع الشهر خلا بشرب قانون العفو العام شديدة أشد وطأة من القانون السابق. الأمر الثاني فلا أحد يفرح له بتمريره يعني. الأمر الثاني احنا بالنسبة لنا الصورة واضحة جدا خاصة بعد الجولة الثانية عندما وصل السيد سالم العساوي إلى مرحلة أنه فاز باقي له 7 أصوات أو 8 أصوات أصبح رئيس البرلمان وتوقعنا الأمر انتهى ولكن الطريقة التي منع بها من أن يفوز أوضحت لنا المشهد برمته وإلى هذه اللحظة الأخوة في الإطار والأخوة في تقدم يتعاملون بنفس الطريقة وهو أمر مفضوح الأخوة في تقدم لا يريدون لانتخاب رئيس البرلمان أن يتم هذا الأمر واضح بالنسبة لنا السيد الحلبوسي رغبته وهدفه أن يستمر الحال إلى نهاية الدورة البرلمانية حتى يقول للشارع السني أنه لا يستطيع أحد أن يملأ هذا الكرسي والمكان إلا أنا هذا الأمر واضح بالنسبة لنا الأخوة في الإطار مصلحتهم غير متضررة أمورهم ماشية وضع السيد رئيس مجلس الوزراء موجود أعضاء مجلس النواب عندهم أغلبية داخل البرلمان أمورهم ماشية ما عندهم مشكلة وبالتالي هذا الأمر بطريقة أو بأخرى هم من خادمهم المتضرر الوحيد منه هو أعضاء مجلس النواب من المكون السني وجماهير المكون السني في المحافظات المتضررة من الإرهاب اللي بعد ما متعافي إلى هذه اللحظة من الإرهاب أنا أقول برسالة أخيرة أخوان هذا ليس من مصلحتكم المنهى رسالة للإخوة في الإطار هذا ليس من مصلحتكم لأنه العملية السياسية هي عملية سياسية للجميع والعراق بلد الجميع تغييب مكون بأكمله أرجوك, أرجوك احترم وقتي تغييب تمثيل مكون كامل بهذه الطريقة الواضحة والظاهرة ولدت لدينا شعور بأن والله حذنا ياكم ليش حدث ويانا يعني